زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع. اليوم إن شاء الله هناخد درس بعنوان وحدات قياس السعة. إحنا أخذنا يا رابع بالعلوم إنه السعة هي حجم السائل الذي يملأ جسم أجوف، يعني مقدار السائل الذي يتسع في الجسم. مثال عندي، أنا عندي كوب ماء، هلأ الماء سائل والكوب جسم أجوف، تمام؟ معناته سعة الماء هي حجمه داخل الكوب. عندي إبريق العصير، العصير سائل والإبريق جسم أجوف، سعة العصير معناته هي حجمه داخل الإبريق. هل قياس السعة مهم في حياتنا؟ طبعا يا رابع كل شيء مهم في حياتنا. مثال، أنا إذا أجيت بدي أعمل قالب حلوى، هلأ أنا بستعمل الخلاط صح؟ هلأ بدي أتأكد إنه الخلاط يتسع لجميع مكونات الحلوى عشان إما أجيب خلاط أكبر إذا ما بتسع. طيب مثال تاني، عند القيادة مسافة طويلة بالسيارة، لازم أتأكد إنه كمية البنزين الموجودة في خزان الوقود تكفي للرحلة عشان ما تقطع عن السيارة بنزين. ما هي وحدات قياس السعة؟ أول شيء يا رابع بدنا نعرف إنه السعة تقاس بوحدة اللتر عشان أقيس السعات الكبيرة، والملي لتر عشان أقيس السعات الصغيرة. مثلا بدي أحكي علبة لبن، بقيس سعتها باللتر، هيها زي هيك. أما القطارة اللي بحط فيها الدواء فسعتها بقيسها بالملي لتر لأنها بتكون كتير صغيرة. إذن اللتر يستخدم لقياس السعات الكبيرة والملي لتر يستخدم لقياس السعات الصغيرة. مثال، اختر التقدير الأنسب لسعة جرة الغاز. عندي حكيلي هل سعتها 10 لتر أم 10 ملي؟ احنا بنعرف إنه الجرة كبيرة أكيد مش 10 ملي، إذن هتكون سعتها 10 لتر. مثال تاني، اختر التقدير الأنسب لسعة عبوة الماء. عبوة الماء صغيرة صح يا رابع؟ هلأ بإيش بدي أقيسها سعتها؟ بالملي لتر ولا باللتر؟ أحسنتم، إذن 300 ملي لتر، وبختصر الملي لتر بميم لام. شايفين يا رابع علبة الهيجين هاي؟ طلع شو مكتوب لي هون؟ 100 ملي، صغيرة صح؟ معناته سعتها من الهيجين هو 100 ملي. عندي علبة الخل هاي يا رابع، شايفينها؟ مكتوب لي هون الحجم الصافي 1 لتر، يعني سعتها من الخل هو عبارة عن 1 لتر، تمام؟ إذن هاي العلبة بتتسع لواحد لتر من الخل. هاي عندي قارورة الماء هاي، هاي هماس طلع، مكتوب هون عندي 1.5 لتر، إذن بتتسع لواحد ونص لتر من الماء. إذن يا رابع حكينا وحدتا قياس السعة هما اللتر برمزلها بالحرف L والملي لتر بالحرف ML اختصار إلها. تستخدم وحدة الملي لتر لقياس سعة الأوعية الصغيرة، تستخدم وحدة اللتر لقياس سعة الأوعية الكبيرة. دلو الماء يا رابع بستخدم له وحدة اللتر، أحسنتم. أما ملعقة الدواء بستخدم لها الملي لتر، بتتسع لسائل، معناته السائل اللي حيكون فيها أو الدواء اللي حيكون فيها رح أقيسه بالملي لتر لأنه كميته قليلة. فنجان القهوة كمان مس بالملي لتر. أيضا يا رابع بدنا نعرف إنه الواحد لتر تساوي 1000 ملي لتر. طيب ناخد هذا المثال اللي عنا، هاي عندي قارورة مكتوب عليها هون 250 ملي. ماذا نقصد ب 250 ملي؟ إنه سعة هاي القارورة 250 ملي لتر. طيب هذا الوعاء اللي عندي كم سعته يا رابع؟ سعته 250؟ لا، هاي سعته 500 ملي. بس أنا إجيت سكبت الماء اللي موجود في القارورة عشان أتأكد هل سعة القارورة 250 ملي؟ هي سكبنا الماء اللي في القارورة في الوعاء الموجود عندي هون،
حيو 250 ملي، 250 ملي، تمام؟ إذا سعة الوعاء هذا الكبير عندي 500 ملي لتر، وسعة الزجاجة من الماء 250 ملي لتر. لتر لأنها بتكون كتير صغيرة. إذا اللتر يستخدم لقياس السعات الكبيرة، والمليلتر يستخدم لقياس السعات الصغيرة. مثال: اختر التقدير الأنسب لسعة جرة الغاز. عندي حكي لي هل سعتها 10 لتر أم 10 ملي؟ احنا بنعرف انه الجرة كبيرة، اكيد مش 10 ملي، اذا هتكون سعتها 10 لتر. مثال تاني: اختر التقدير الأنسب لسعة عبوة الماء. عبوة الماء صغيرة صح يا رابع؟ هلا بايش بدي اقيسها؟ سعتها بالملي لتر ولا باللتر؟ احسنتم، اذا 300 ملي لتر، وبختصر الملي لتر بميم لام. شايفين يا رابع علبة الهيجين هاي؟ طلع شو مكتوب لي هون؟ 100 ملي، صغيرة صح؟ معناته سعتها من الهيجين هو 100 ملي. عندي علبة الخل هاي يا رابع، شايفينها؟ مكتوب لي هون الحجم الصافي 1 لتر، يعني سعتها من الخل هو عبارة عن 1 لتر، تمام؟ إذا هاي العلبة بتتسع لواحد لتر من الخل. هاي عندي قارورة الماء هاي، هيها ماس، طلع مكتوب هون عندي 1.5 لتر، إذا بتتسع لواحد ونص لتر من الماء. إذا يا رابع حكينا وحدتا قياس السعة هما اللتر، برمز لها بالحرف ال، والملي لتر بالحرف ام ال اختصار إلها. تستخدم وحدة الملي لتر لقياس سعة الأوعية الصغيرة، تستخدم وحدة اللتر لقياس سعة الأوعية الكبيرة. دلو الماء يا رابع بستخدم له وحدة اللتر، أحسنتم. أما ملعقة الدواء بستخدم لها الملي لتر، بتتسع لسائل، معناته السائل اللي حيكون فيها أو الدواء اللي حيكون فيها رح أقيسه بالملي لتر لأنه كميته قليلة. فنجان القهوة كمان مس بالملي لتر. أيضا يا رابع بدنا نعرف إنه الواحد لتر تساوي 1000 ملي لتر. طيب ناخد هذا المثال اللي عنا، هاي عندي قارورة مكتوب عليها هون 250 ملي. ماذا نقصد ب 250 ملي؟ إنه سعة هاي القارورة 250 ملي لتر. طيب هذا الوعاء اللي عندي كم سعته يا رابع؟ سعته 250؟ لا، هاي سعته 500 ملي، بس أنا إجيت سكبت الماء اللي موجود في القارورة عشان أتأكد هل سعة القارورة 250 ملي؟ هي سكبنا الماء اللي في القارورة في الوعاء الموجود عندي هون، أيوه 250 ملي، 250 ملي، تمام؟ إذا سعة الوعاء هذا الكبير عندي 500 ملي لتر، وسعة الزجاجة من الماء 250 ملي لتر. إذا يا رابع لو حكينا أي الوحدتين هي الأكبر، الملي لتر ولا اللتر، طبعا حتكون اللتر أكبر من الملي لتر. الملي لتر رمزنا لها بالرمز ملي حكينا، تمام، أو ام ال بالإنجليزي، واللتر بالحرف لام أو ال بالإنجليزي. حكينا كم سعة هذا الفنجان من القهوة، 300 لتر أو 300 ملي؟ شو رأيكم يا رابع؟ أحسنتم، 300 ملي سعة فنجان القهوة. طيب ناخد مثال تاني، لو حكينا هذا الحوض قديش سعته من الماء؟ 600 لتر ولا 600 ملي؟ احنا بنعرف انه الحوض كبير يا رابع صح؟ أحسنتم، إذا الإجابة هي 600 لتر سعة الماء في الحوض، أو الحوض يتسع إلى 600 لتر من الماء. مطلوب منك يا مس تجيب ثلاث عبوات، تجيبهم مس وتقدر سعة كل عبوة وتشوف قديش مكتوب كل عبوة سعتها الحقيقية، يعني ثلاث علب جيب واحدة صغيرة واحدة متوسطة واحدة كبيرة، شوف قديش انت بتقدر سعتها وشوف قديش السعة الفعلية الموجودة على القارورة اللي عندك.